بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين ومرضى الله إلى بريض الوالدين. أستأذنكم في هذا الموعد النصف شهري الخاص بالحالة الوبائية لجائحة كوفيد خلال الأسبوعين الماضيين الممتدين من 29 شتنبر إلى 12 أكتوبر 2020. في البداية أستهل هذا الوضع بالحالة الوبائية في العالم، فإلى حدود يوم الاثنين 12 أكتوبر 2020 قارب عدد الحالات الإيجابية المسجلة عالميا ب 38 مليون حالة، أي بمعدل إصابة يناهز 486 إصابة لكل 100 ألف نسمة، فيما تجاوز عدد الوفيات 1,484,000 ألف حالة وفاة. هذا العدد يقربنا من معدل فتك يناهز 3%. من بين 38 مليون إصابة في العالم تماثل 28.5 مليون منهم للشفاء، أي بنسبة 75%. المنحى العالمي العام يؤشر على ثلاث نقط: أولا، ارتفاع نسبة إصابة وعدد الإصابات الإيجابية ب 9.8% خلال الأسبوعين الماضيين. ثانيا، هذا الارتفاع هو متمركز في دول أوروبا. ثالثا، وعلى الصعيد القاري الإفريقي نسبة الارتفاع تقدر ب 11.7%. المحطة الثانية من هذا العرض تهم الوضع الوبائي في بلادنا مقارنة مع الوضع العالمي. ففيما يخص عدد الحالات الإيجابية، للأسف تقدمنا مرة أخرى خلال الأسبوعين الأخيرين بمركز واحد، ونحتل حاليا المركز 30 عالميا والثاني إفريقيا. نفس الملاحظة بالنسبة لعدد الوفيات، فللأسف تقدمنا بثلاث مراكز أخرى في نفس الفترة، ونحتل المرتبة 36 عالميا والثالثة إفريقيا فيما يخص ترتيب الوفيات. ثالث محطة في هذا العرض تهم الحالة الوبائية في بلادنا خلال 15 اليوم الأخيرة، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة إلى حدود يوم أمس الاثنين 12 أكتوبر 153 ألف حالة و761، أي بمعدل إصابة يصل إلى 423.4 حالة لكل 100 ألف نسمة. أما بالنسبة للوفيات، فإلى حد أمس سجلنا للأسف 2636 حالة وفاة رحمهم الله جميعا. هذا العدد يعطينا معدل إماتة يقارب 1.7%. أما نسبة التشافي في بلادنا فناهزت 84.2% من الحالات المسجلة. في مقارنة للحالات المسجلة خلال 45 يوم الأخيرة والموزعة على ثلاث فترات، فنلاحظ زيادة مستمرة لمعدل الحالات المسجلة بين الثلاث فترات. فبين فاتح شتنبر و14 منه سجلنا 25613، فيما في النصف الثاني من نفس الشهر سجلنا 30904 حالة إضافية، أي بزيادة تناهز 21%. وفي الأسبوعين الأخيرين سجلنا 34654، أي بزيادة 12%. بالنسبة للوفيات وفي نفس الفترات الثلاث المتتالية، بلغ المعدل النصف شهري للوفيات مستوى 500 حالة وفاة في كل نصف شهر رحمهم الله جميعا، أي بارتفاع ملموس خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 5%. فيما يخص مقارنة مؤشر الإصابة الأسبوعي لكل 100 ألف نسمة حسب الجهات، يعطينا الخصائص التالية: جهتين سجلتا معدل إصابة أسبوعي أقل من 20 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهي جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس. ثانيا، سبع جهات لها معدل ما بين 20 و 50 حالة لكل 100 ألف نسمة. ثالثا، جهات لا زالت تسجل مستويات مرتفعة، حيث أن المعدل يفوق 50 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهي جهات الدار البيضاء سطات، جهات سوس ماسة، وجهات الداخلة.
فيما يخص التطور الأسبوعي لعدد الكشوفات المخبرية، فالأرقام والمؤشرات تؤكد المرتبة الثانية إفريقيا والمرتبة 31 عالميا لبلادنا، وذلك بمعدل إنجاز يفوق 166 ألف كشف أسبوعيا، أي بمعدل يومي يناهز 23700 كشف. فيما يخص مؤشر نسبة الإجابة أو لطود بوزيتيفيتي، فهذا المؤشر يؤكد المنح العام لارتفاع الحالات الإيجابية في بلادنا، حيث أن النسبة تطورت في الأسبوعين الأخيرين من 9.7 إلى 11%. بالنسبة لمؤشر التكاثر الوبائي أو الـRT أو الـR0، فهو يتأرجح بين 0.98 إلى 1.2 كمعدل وطني خلال هذه الفترة. نطمح دائما إلى تحسين هذا المؤشر وإنزاله تحت سقف الواحد، ولما لا إلى مستوى 0.7 في كل الجهات. نختم كالعادة بالأحداث البارزة خلال الأسبوعين الماضيين. أولا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده خلال افتتاح الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان، والتي أكد فيها جلالته مرة أخرى أن الجائحة لا زالت معنا ويجب مضاعفة الاحتياط منها. ثاني نقطة قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية في بلادنا إلى شهر إضافي نظرا لتطور مؤشرات الحالة الوبائية. ثالثا وكحدث بارز هو تحطيم أرقام قياسية في الأسبوع الماضي بعدما سجلنا في يومين متتاليين ما يناهز 3500 حالة إيجابية في كل يوم. أمام هذه الأرقام والمؤشرات الوبائية الغير مطمئنة، لا بد من التذكير بضرورة احترام التعليمات والتدابير الوقائية التي ستساهم في الحد من انتشار هذا الفيروس، وهي وضع الواقية أو الكمامة بصفة دائمة، التباعد الجسدي، نظافة اليدين وغسلهم باستمرار، تشغيل تطبيق وقايتنا. ولكم مني جزيل الشكر.